And welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Alkarma TV Code. Today is a very special episode because it's one of those episodes we're doing per your request. Today we'll talk about a chronic condition and a brain disorder marked by ongoing pattern of inattention and/or hyperactivity and/or impulsivity, which is ADHD. ADHD is a disorder that makes, it makes it very difficult for a child to pay attention and control impulsive behavior he or she may also be restless and almost constant active adhd is not just a childhood disorder although the symptoms of adhd begin in childhood but adhd symptoms can continue through adolescence and adulthood adhd also may contribute to low self-esteem troubled relationship and difficulty at school or at work in a country like the united states of america there is more than 6 million cases between the age of 6 and 17 years old it's my pleasure to welcome Dr. Alan Quasman, who's one of the outstanding pediatricians in Southern California, and he's very specialized in ADHD. As you know by now, for interaction with the programs and then all your questions and concerns to our official Facebook page, Y Code Al -Karma TV, or if you want to interact directly with my guest today, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to answer all your questions. to keep up with us, follow our Facebook page, White Coat Al Karma TV, or follow us on Instagram, White Coat Al Karma. And to watch our latest episodes, please subscribe to our YouTube channel, Al Karma TV, and activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكارما وايت كوت النهارده حلقه هتبقى حلقه خاصه جدا لان احنا عملنا الحلقه دي بناء على طلب الكثير جدا من حضراتكم كلنا عارفين طبعا الكوفيد 19 الكورونا الازمه دي خلت كثير جدا من الاطفال او كل الاطفال تقريبا يقعدوا في البيت ابتدى بيبقى فيه يعني احتكاك اكتر مع الوالدين وبدات فكره كل الناس اللي عندهم يعني بنسميه نقص الانتباه او تشتت الانتباه وفرط الحركه ابتدى يبقى مشكله كبيره جدا كتير من الاباء والامهات قالوا يعني بعتوا لنا ان احنا عايزين حلقه عن الموضوع ده لانه من الصعب جدا التعامل مع الاولاد بالذات بتوع الاي دي دي في البيت خصوصا انه انت مقعده في البيت 24 ساعه آه يعني الوضع ما بقاش آه اسهل زي الاول، مفيش اماكن يطلعوا فيها طاقتهم آه فبالتالي الموضوع بقى اصعب على الاباء والامهات، فزي ما انا بقول النهارده هتبقى حلقه من الحلقات اللي انا بحبها جدا، بحب جدا انه آه التواصل يبقى بينا آه قائم دايما ونعمل حلقات بناء على آه طلب حضراتكم، زي ما انا قلت النهارده آه هنركز على تشتت الانتباه او نقص الانتباه وفرط الحركه في الاطفال مشكله الحقيقه كتير جدا متخيلين ان هي بس خاصه بالاطفال ولكن المشكله دي كمان بتكبر وبتكمل معاهم احيانا بعض منهم في سن المراهقه بتكمل كمان فيما بعد كده بنشوف ناس 25 30 سنه وعندهم ستيل اي دي وبياخدوا علاج ليه فهي بس مش خاصه بالاطفال هي بالرغم انه السيمتومز بتبتدي في سن الطفوله ولكن بتكمل لمرحله المراهقه ومرحله بعد كده كمان آه، ناس كتير جدا آه، كمان عايزه تناقش طرق العلاج الـ الـ آه، الادويه الجديده اللي بتتاخد آه، فده آه، كله هنناقشه النهارده في حلقتنا زي كمان ما احنا متابعين الجزء الاولاني آه، بنخصص فقره صغيره النهارده هتكون آه، فقره مش كبيره لانه آه، الحلقه جايه بنعمه ربنا عايزين آه، نعمل حلقه كامله نرد فيها على كل اللي بيحصل وال يعني مهاترات كتير بنشوفها على الفيسبوك وللاسف بقت صفحات كتيره على الفيسبوك بتتكلم على الكوفيد 19 حاجات منها ما بتبقاش حقيقيه للاسف كمان يعني يعني بعض الاطباء او اي حد في الملك فيلد دلوقتي بقى بيعمل صفحه ويبتدي ينصح الناس وده كله مش بناء على كلام علمي سليم فالحلقه الجايه آه هنخصصها كلها آه لكوفيد 19 الابديتس النهارده هنقول لحضراتكم كويك ابديتس في الفقره الاولى ولكن التفاصيل كلها هتبقى آه في الحلقه الجايه. آه عايز اقول كمان انه بيشرفنا النهارده واحد من اكبر اكبر الناس اللي بتتكلم آه على الاي دي اتش دي في جنوب كاليفورنيا دكتور الان كوازمان واحد من الناس المشهوره جدا هنا اللي متخصصه جدا آه التخصص بتاعها في الاطفال تحديدا في الـ ADHD سنين طويلة جدا وابحاث كتير جدا في موضوع الـ ADHD فبيشرفنا ان هو يكون معانا النهارده زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكارما تي في وباكد في كل حلقة على الـ بتاع كل الاسئلة اللي بتبعتوها لنا طبعا بنحتفظ بالسرية بشكل كبير جدا عايز اقول كمان للتواصل معنا تقدروا تكلموا الارقام اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه في اي وقت من اوقات البرنامج هنبقى دايما سعداء ان احنا ناخد اسئلتكم واستفساراتكم ونجاوب عليها كمان للتواصل تقدروا تتابعوا صفحتنا على انستغرام وايت كوت الكارما تقدروا تبعتوا لنا كل تعليقاتكم هنرد عليها واحده كمان من البلاتفورمز المهمه جدا هي اليوتيوب اليوتيوب برضو بلاتفورم مهمة جدا لدعم قنوات الكارما بشكل عام زي ما احنا شايفين نقدر نعمل سبسكريبشن نفعل جرس التنبيهات عشان توصل لحضراتكم أحدث الحلقات من كل البرامج اللي بتعملها قنوات الكارما لو عايزين نركز على الوايت كوت ليست بالتحديد نقدر نروح على البلاي ليست بتاع برنامج وايت كوت نختار من البلاي ليست برنامج وايت كوت ونقدر نعمل كليك على البلاي ليست هتظهر لكل حضراتكو كل الحلقات اللي عملناها بشكل كبير جدا من اول ما ابتدينا البرنامج مع حضراتكو اي موضوع او مشكله طبيه بحضراتكم محتاجين تعرفوا عنها هتلاقوها جوه البلاي ليست دي زي ما بقول دايما بشكر حضراتكو على التواصل والدعم اللي بيشيب البرنامج بشكل كبير جدا زي ما قلت ربنا يدينا حلقة مختلفة هنستنى أسئلة حضراتكم واستفساراتكم حلقة مهمة لكل الأباء والأمهات يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايكو So, there's a condition called amblyopia, and that's the case in which, even with the perfect pair of glasses, oh, the kid does just, not. Uh, you were born with it, you have it, this is extra. Uh, pigment is actually important in the pathway from the brain to the eye as the, as the baby is developing in the mother. Uh, people describe a discomfort, usually in the upper part of the abdomen. Okay. Uh, very often it's related to meals, so meals seems to make it. Good candidates for orthokeratology are generally people who have a risk of increase. When we talk about the problems of uh, or the definition of ADD, there are three components. Okay. They are, of course. What's regenerative medicine? Regenerative medicine is a rather new branch uh, within within the whole the whole ecosystem. Mondays never come. Of course, they never come if you're not ready. Okay. If you are not ready to make a change, they don't come. And if you're not ready to make the right change, they will you have never. a multitude of symptoms, including memory loss, language issues, uh, thought process issues, behavior. So if you issues, have high blood pressure, blood pressure. make sure that you take your doctor's advices very seriously. Basically there are three things that you need to do. One is control your diet. Number two, do some exercise. And number three, see your, your but physician. But we need to emphasize that there are children who can be diagnosed with arthritis at very young ages. So the so majority of people between third rheumatoid arthritis is a part of arthritis. Arthritis mean inflammation of the joint, mean red, hot, swollen joint. Okay. Rheumatoid is one part of arthritis out of hundreds of arthritis. Okay. And rheumatoid especially is an autoimmune disease, which means the immune system attacking the body. في عيد الحصاد، مش عشان نجمع فلوس كتير، لكن عشان نعمل برامج أكتر، نبشر ونوصل لنفوس أكتر، نوصل للعالم كله برسالة الخلاص اهلا بحضراتكم مره تانية زي ما انا قلت النهارده هنعمل فقره صغيره وبسيطه عن كل الابديتس عن كوفيد 19 او فيروس كورونا هنتناول فيها بالابديتس الاخيره ولكن زي ما انا قلت هنحاول نعمل بالتفصيل حلقه كامله عن كل الابديتس كل اللي بيحصل وكمان لان انا بشوف يعني في الفتره دي هي فكره توعيه اكتر عشان للاسف زي ما انا قلت وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي حاجات كتيرة بتنتشر ما بيبقالهاش أساس علمي كتير جدا بشوف صفحة دكتور فلان ودكتور فلان والحقيقة يمكن الناس دي ما شافتش عيان واحد بالكوفيد هم يعرفوا يعني على الورق نظري كويس قوي ولكن الحقيقة كلام بيبقى صعب جدا كلام مش موثق ملوش ارتكلز علمية واضحة فللأسف للأسف بنشوف انه ناس بتمشي ورا الحاجات دي وما بيبقى لهاش اساس علمي كالمعتاد بنبتدي مع حضراتكم مع حضراتكم الاعداد طبعا زي ما حضراتكم شايفين عدينا تقريبا ال7 مليون و800 الف حاله طبعا رقم كبير جدا على مستوى العالم عدد الوفيات وصلنا ل 430 الف حاله او اكتر من 430 الف حاله طبعا الولايات المتحدة بتأتي على رأس القائمة دايما من حيث أعداد الحالات وكمان أعداد الوفيات فأعداد الحالات في الولايات المتحدة تعدت ل 2 مليون و ألف إصابة طبعا أعداد الوفيات بشكل كبير تخطت ال 117 ألف حالة طبعا رقم كبير جدا الإحصائيات المبدئية كانت بتقول مش هنعدي الستين 60 الف حاله ولكن الحقيقه تخطينا الرقم ده بكتير جدا احنا عدينا ال 117 الف حاله النهارده بعدد الحالات الجديده بس في الولايات المتحده لحد دلوقتي النهارده 12600 حاله طبعا ارقام كبيره جدا بس زي ما انا قلت شويه فيها نسبه انفليشن نتيجه انه او نسبه زايده شويه نتيجة أنه التست اللي بيتعمل ممكن يتعمل أكتر من مرة والكذا مرة دول بيبقوا لسه آآ محسوبين طب معلي الأعداد شوية ولكن احنا شايفين أنه في تحديدا خمس ست ولايات في الفترة الأخيرة الأرقام بتاعتهم زادت كتير ودلوقتي نقدر نقول بأريحية أنه فكرة المظاهرات بشكل عام اللي كانت موجودة زودت الأعداد لأنه الوقت يقدر يقول لنا ده كمان نقطة مهمة جدا إنه الخمس ست ولايات دول كانت فيهم نسبة المظاهرات بشكل عالي جدا هنتكلم بالتفاصيل المرة الجاية ولكن نقدر نقول إن المظاهرات ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة الأعداد البرازيل طبعا تفضل الدولة الثانية الأرقام برضو فيها بتتسارع بشكل كبير جدا قاربت على المليون حالة 830 ألف حالة مصر تقريبا بتيجي في المركز التسعة 29% وتخطينا ال 41 ألف حالة زي ما احنا قلنا الأعداد كبيرة جدا في مصر وهنا عايز أقول نقطة كان لينا مداخلة المرة اللي فاتت مع دكتور حسام أمين هيبقى لينا برضو مداخلة قوية جدا المرة الجاية مع ضيوف كتير من على مستوى العالم وازاي شايفين الوضع في مصر في الحلقة الجاية عايز أقول نقطة مهمة جدا أنه غالبا الأعداد المعلنة الاعداد الحقيقيه اكبر من كده بكتير وشفنا ده نقدر نقول ده على كذا ليفل كتير من الناس بدات تستخدم فكره العزل المنزلي من غير مساحات وبالتالي الاعداد دي طبعا مش معمول لها ريبورتنج او مش داخله من ضمن الاحصائيات بشكل عام نقطه تانية مهمه اتفاجئنا بانه اعداد المتبرعين بالبلازما كبيره جدا جدا لو جينا قارناها هتطلع يمكن اضعاف الحالات المعلنه وبالتالي عشان ابسطها لحضراتكم عشان حضرتك تبقى متبرع بالبلازما باختصار شديد لازم تكون كنت مريض وتعافيت عشان ناخد الاجسام المضاده اللي موجوده في البلازما ونحقنها لشخص يعني مريض وبالتالي تساعده على انه يفايت المرض بشكل كبير. طبعا الاعداد المعلنه للمتبرعين بالبلازما يمكن ثلاث او اربع اضعاف الاعداد اللي هي معلنة وده بيخلي بشكل كبير جدا في نسبة شك كبيرة جدا في فكرة الأعداد اللي بتعلن الحاجة الثانية اللي عايز برضو أقولها النهاردة في الكوفيد أبديت سيجمنت إنه البروتوكولز كتير من الناس جدا بتبعت سألتنا لو سمحت تبعتوا بروتوكول مكتوب بالحقيقة برضو ده موجود بشكل كبير جدا على صفحات كتيرة Uh, ولكن عايز اقول لحضراتكم حاجه البروتوكول بشكل عام هو ان احنا بنسبورت فكره ان احنا نبتدي الهيدروكسي كلوروكوين بدري uh, بعد ما تظهر الاعراض uh, بنسبورت كمان ان احنا ندي ازيثروميسين او الزيثروماكس او الزيباك وات ايفر اسمه ايه في الدول المختلفه له اسماء مختلفه مع ان احنا بندي زنك فيتامين دي فيتامين سي عايز اقول كمان ان الدوزز دي مش هتبقى واحده لكل انواع المرضى يعني لو مريض سكر وعنده مشكله في الكلى مثلا لازم هنظبط بعض الدوزز دي فما نقدرش نحط بروتوكول عام لكل المرضى كل المرضى تاخده الحاجات طبعا دي بتبقى جهل شديد جدا وللاسف شفتها في صفحات كتيره جدا حاجه يعني تحزن بصراحه ماساه ان احنا نقول لكل الناس ده البروتوكول ده اللي انت هتاخده ايا إن كانت الحاله المرضيه او اللي بنسميها الكوموربيديتيز اللي معاه او الامراض التانية فاي مريض للكلى بشكل عام او اي مريض يعني للكلى او للكبد او في بعض الحالات بنضطر نظبط الدوزز دي فاحنا نقدر ننزل النهارده على صفحتنا الادويه المستخدمه ونقدر ننزل الدوزز للمرضى السلام ما نقدرش نقول انه ده البروتوكول لكل المرضى لانه في حالات ما بنقدرش ندي فيها نفس الجرعات وبالتالي الموضوع ده لازم يتظبط مفيش حاجه اسمها بروتوكول مكتوب نديه لكل المرضى الكلام ده ما بيحصلش في حته في العالم ولكن نقدر نقول المرضى اللي ما عندهمش يعني حاجات امراض تانية نقدر نديها الدوزز دي ولكن المرضى اللي بتعاني من مرض امراض الكلى او الكبد بشكل عام نقدر نظبط لها الدوز وما تاخدش نفس الدوزز فبالتالي من فضل حضراتكم الصفحات باكد تاني اللي بتكتب بجهل شديد انه ده البروتوكول كل الناس هتاخد ده ده يعني على ارض الواقع ما بيحصلش وزي ما انا قلت كتير جدا من الصفحات دي يعني يمكن صاحبها ما شافش مريض كوفيد واحد وبس واخد التايتل بتاع انه دكتور وبالتالي بتبقى صفحات يعني نخلي بالنا منها كويس ودايما نخلي بالنا مصادر الاخبار اللي بتبقى موجوده على الصفحات دي كتير جدا رسائل بتجيلي صفحه دكتور فلان كاتبه مش عارف ايه مهم ان احنا دايما ناكد المصادر اللي بتبقى موجوده في الحته دي بما ان احنا بنتكلم في فكره البلازما والمتعافين والبروتوكولات عايز اكد تاني على فكره البلازما لانه اسئله كتيره جدا جات لنا في الموضوع ده لحد دلوقتي وباكد الموضوع ده كتير البلازما مش اف دي ابروفد في العلاج البلازما كلها حالات تجريبية للأسف الشديد للأسف أنه الحالات دي نتائجها لحد دلوقتي مش جايبة دي صفحة رسمية بتاع الـ ايه اللي قدام حضراتكم بتقول إمتى ندي البلازما مين اللي يقدر يدي بلازما مش كل مريض متعافي كمان ودي نقطة مهمة جدا نقدر ناخد منه بلازما Uh, ودي مش معنى ان انت يو فولي uh, او ان انت تعافيت من مرض الكورونا ال ال او الكوفيد 19 ان انت تقدر تتبرع بالبلازما الموضوع ليه ال regulations uh, كل الاستديز اللي اتعملت على البلازما لحد وقتنا هذا اكبر ستدي اتعملت كانت حاجه و40 مريض وده معناها انه دي ستادي ما نقدرش ناخد بيها انا شفت ستادي يعني هزل فعلا يعني بنتكلم في هذا العلمي ستاديز اتعملت على خمسه بيشنتس ستاديز تانية اتعملت على 12 بيشنتس طبعا كل الاستاديز دي ما نقدرش ناخدها كل اللي نقدر ناخده من الاستاديز دي ان احنا تو انفستيجيت فرذر يعني ايه يعني ان احنا ناخد ده ونطبقه على سكيلز اكتر الحقيقه في ستاديز كبيره جدا المفروض ان نتائجها هتطلع ما بين الشهر الجاي يعني الثلاث شهور الجايين ما بين شهر سبعه لشهر عشره احنا مستنيين الاستاديز الكبيره في ستاديز كويسه جدا في كندا في ستاديز في اوروبا الحقيقه الاستاديز هنا في امريكا هتاخد وقت اطول شويه وبالتالي يعني هيبقى صعب ان احنا نستنى دراسات الاستاديز دي عشان ناكد اذا البلازما بتنفع ولا ما بتنفعش لحد دلوقتي البلازما او الاجسام المضاده الكونفاليسنت سيرم بنسميه او البلازما مش علاج معتمد لام من الاف دي اي ولا احنا عارفين عنه نتائجه بيحصل فيها ايه لانه في مصر ابتدى تحديدا يحصل انه يبقى فيه بيزنس كبير جدا حاصل لده وده الحقيقه شيء سيء جدا بيظهر اقبح ما في النفس الانسانيه احيانا انه تستغل الظروف بتاع الناس والناس يعني يا حرام عايزه تتعلق باي اشياء زي ما بيقولوا عشان يعني الظروف الصعبه دي فباكد لحضراتكم بلاش التهافت الكبير ده على البلازما كلها تجارب كلها تجارب على اعداد صغيره جدا نتائج مش واضحه لحد دلوقتي ولكن التجارب الكبيره هتطلع من شهر سبعة لشهر عشرة هنتابعها ونقول لحضراتكم عليها فده فيما يخص البروتوكولز عشان دي اسئله كتيره جدا جات لنا على البروتوكول العلاج واسئله اكتر جات لنا على البلازما والبزنس اللي معمول في مصر بلاش ننساق وراء الحاجات دي لانه النتائج مش واضحه بالنسبه للفاكسينز عشان برضو دي اسئله كتير جات لنا الاثنين الفاكسينز الكبار الاولاني بتاع شركه مودرنا آه اوريدي عدوا السيفتي آه يعني السيفتي ستيج وتأكدنا انه سيف على آه الفئران تحديدا دخلنا في المرحله الثالثه هنبتدي نجربها على البني ادمين آه اول تجربه هتبقى على 30 الف شخص آه ودي آه هتقول لنا بشكل كبير جدا قد ايه الموضوع ده هيبقى سيف وافكتيف لانه الحاجتين اللي دايما بندور عليهم في اي تجربه هو السيفتي الامان بتاع المصل ده وقد ايه ايفكتيف لانه فعال لانه ده بيبقى مهم جدا فاول مصل الحقيقه محقق تجارب او تقدم كبير جدا بتاع شركه مودرنا الامريكيه وواصل لمرحله كويسه جدا والتجارب على 30 الف شخص هتبتدي في شهر سبعه يعني كمان كام يوم هنبتدي التجارب بتاع المرحله الاخيره من الفاكسين بتقعد حوالي تقريبا 3 شهور وبعد كده نقيم الوضع تاني فما بنتخيلش انه هيطلع قبل شهر يمكن اكتوبر ويمكن كمان بياخد شويه انفستجيشن اكتر يعني مش قبل اول السنه الجديده. التطعيم الثاني اللي برضه عامل تقدم كبير جدا وكنا جبناه وجبنا اول متبرعه او يمكن اول انا اسف اول فولنتير يعني متطوعه اتحقنت بيه وجبنا الحوار معاها هو بتاع شركه اكسفورد او جامعه اكسفورد انا اسف والشركه اللي قررت انها تتعاون معاهم وتصنع الفاكسين هي شركه استرازينيكا وده الحقيقه يعني ما عادش سر ولا اي حاجه بستغرب انه احيانا في بعض البرامج او في بعض الاعلام يقولوا انه ده سر ومش هنقول دلوقتي القصه دي هو التعاون قائم ما بين اكسفورد وأسترازينيكا والحقيقه انه استرازينيكا في الاول هتنتج فاكسين بما قيمته 750 مليون دولار وعشان نعرف ان احنا واصلين لمرحله متقدمه وأنه الفاكسين ده يعني هيبقى ناجح بشكل كبير جدا الولايات المتحده كعدتها دخلت السبق واشترت بما قيمته 87 مليون دولار اوريدي جرعات و على اساس انه اكثر من 12% من الكميه المعروضه الولايات المتحده اوريدي اشتريتها وحطت فيها فلوس الدوز المقترحه للفاكسين ده 100 مايكروجرام او 100 ميكرو جرام فده برضو هيبقى يعني شيء مهم هنتابع مع حضراتكم كل فاكسين هينتج بتكنيك مختلف طبعا متوقعين انه شركه مودرنا هتبقى الانتاج بتاعها اكبر بكتير لانه التكنيك بتاعها او تكنيك استخراج الفاكسين ده هيبقى اسرع هيساعدها انها تنتج كميات كبيره جدا من اللقاح في وقت قصير هنتكلم كل ده الفروق ما بين الاثنين البلازما كل ده هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل الحلقه الجايه مع مجموعه من الخبراء اللي ليهم اسم على مستوى العالم في الكلام ده فالحلقه الجايه هنعملها بالتفصيل كده نكون قلنا تقريبا كل الابديتس الموجوده بحذر تاني من الصفحات اللي اصحابها ما عندهمش الخبره الكفايه في التعامل مع الكوفيد بس كل يعرفوه شويه كلام على ورق فناخد بالنا دايما من المصادر لانه الفكره فكره وعي في حربنا ضد الكوفيد باكد تاني نقعد في البيوت لانه اذا ما فيش حاجه تتعمل في الشارع يا ريت نقعد في البيت اذا ما فيش شغل ضروري حاجات ضروريه نعملها يا نلتزم البيوت وربنا بيحافظ على مصر ويحافظ على كل العالم ويحافظ عليكم في الفتره الجايه الصعبه لانه متوقعين انه يحصل ويف ثانيه كبيره. زي ما انا قلت هنناقش كل ده بالتفصيل الحلقه الجايه. السيجمنت اللي جايه هنتكلم فيها على مرض تشتت الانتباه وفرط الحركه في الاطفال وكل طرق العلاج المستخدمه فيه هنستنى اسئله حضراتكم فيلا بينا نناقش الاي دي اتش دي في الفقره الجايه. صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج نحن نعطي لأن المسيحيين ما زالوا مضطهدين بسبب إيمانهم نحن نعطي لأن مليار ونصف المليار شخص يعيش ويموت في فقر شديد نحن نعطي لان جيراننا لم يعرفوا المسيح بعد نحن نعطي لانهم يمكن ان يعرفوه من خلال عطائنا نحن نعطي لنعلن ملكوت الله نحن نعطي لنبني ما هو اكبر منا نحن نعطي لتغيير العالم وتغيير قلوبنا ايضا نحن نعطي لاننا نعبد اله واحد وليس المال نحن نعطي لاننا اشترينا بما لا يقدر بثمن نحن نعطي لان الله اعطانا اولا وما زال يعطي ولن يتوقف عن العطاء لهذا نحن نعطي هدفنا مش كثرة أعمار صناعية، لكن هو توصيل الكتاب المقدس لكل شبر في الأرض واحد في الحياة لأنك ممكن تغير العالم كله مش مصدق؟ فكر لو عملت شير لفكرة على الفيسبوك كل أصحابك هيشوفوها فكر كمان لو كل واحد من أصحابك نشر الفكرة لأصحابه وأصحابه نشروها لأصحابهم فكرتك البسيطة سهل جدا تنتشر ده ممكن تكون نهضة مش بس تنتشر تغير في ناس كتير في العالم كله شارك النهاردة Facebook Hi, I'm Alan Quasman. Uh, my background includes my undergraduate degree from UCLA. I did my residency at Loma Linda University Medical Center um, in pediatrics. I also have a certification in developmental behavioral pediatrics. I'm board certified. I'm currently working in Riverside, California as a general pediatrician, and I see many, many kids with attention deficit disorder. I probably uh, got into this because. Uh, my brother has ADD. Um, they asked me about my hobbies. Um, I work a lot. I mostly. Uh, my biggest goal now is I'm a dad. I have a 14-year-old, and if I can get any spare time, I try and get some FaceTime with my kid. Stay tuned for me on White Coat on Al Karma TV. بتعطي بتعطي دايما بهدف او عشان تسد احتياج معين لشخص معين او مكان معين لما بتعطي في الكرمة مش بتعطي شخص ولا حتى مكان انت بتشارك في رسالة حب وبتشارك في نشر السلام بتشارك في تنفيذ وصية إلهك ما تتأخرش لما تجيلك فرصة اعطي بس من قلبك حوادث هنا وهناك قتل ودمار في كل مكان حقد كراهيه بتزيد مع الايام حاسس بخوف وقلق وحيره وعدم امان خليك فاكر انها نهايه الايام وده وقتنا نزرع ونحصد في حقل القران عليك دور صدق وشارك في الفقرة الأخيرة اللي بنتكلم فيها النهاردة على يعني عايز أقول مرض مهم جدا زي ما أنا قلت في أمريكا بس لوحدها فوق الستة مليون حالة ما بين سن 6 ل 17 سنة كتير من أطفالنا وزي ما أنا قلت بيبتدي في سن الطفولة ولكن بيكمل بعد كده كتير من أطفالنا بيعانوا من فكرة الـ ADHD فزي ما أنا بقول كمان مشكلة كبيرة جدا في الـ ADHD انه من الحاجات اللي بتتشخص عمال على بطال واكتر من الطبيعي بكتير جدا اي طفل لمجرد انه شقي عشان يخلصوا بس منه في الفصل او يخلصوا من زن الاب والام يشخصوا اي دي اتش دي وخلاص حتى هنا بيتشخص بشكل فوق الطبيعي في الولايات المتحده الامريكيه فمهم ان احنا نتعلم عليه كتير جدا. Uh, it's a pleasure and honor to welcome back to white Dr. Alan Quasman. Welcome back in white code. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Uh, it's our pleasure and honor having such a value um, teaching us about ADHD or ADD today. So um, in the beginning, let's start with the definition uh, of ADHD. What's ADHD? Or a lot of people they think it's just ADD, so what's the difference and what's the components for that Well disease? when we t talk about attention deficit disorder, there are three components. Okay. Of course, you have problems paying attention. You have problems with impulsivity okay. and you have uh, problems with hyperactivity. Okay. Okay. When, when we talk about different types of ADHD, of course, you can have both the hyperactive, impulsive type. Okay. You can have a type where you just have inattention. And you can have all three inattention, hyperactivity, and impulsivity. Okay. We see uh, all of them. Okay, so when, when we see impulsivity, just to make everything simple, uh, what do we mean by impulsivity? Well, when we see uh, problems with impulsivity, you know, we usually work with children. So these are the kids that blurt out the answers without raising their hands. Right. They often are verbally impulsive. Okay. In other words, they say the first thing they think of without thinking of the consequences. Okay. And that can have great social consequences. Okay. Sometimes they're very emotional, they get mad very easily, and they often interrupt other people while they speak. Okay. So basically, they're losing those few seconds between uh, making the decision and thinking about the consequences. They just do whatever comes to their mind. That's true. Is that what it is? Okay. It, it has great implications. If you're going to punish a child who does the first thing he thinks of without thinking, uh, the punishment doesn't work. Okay. So, the idea of just punishing him because he just did whatever he thinks is not a good idea with ADHD. it's, You and need we'll to put him in a safe or restricted environment. Okay. My other question what's the main difference between ADD and ADHD? Because a lot of people think they're overlapping or it's ADD the same thing. ADD is mostly attention and impulsive okay. problems. The ADHD, H stands for hyperactive. they're all over. Some people feel they're driven like a motor. Some people call them the energizer buddy. <مع> Those kind of things. They keep going and going. Okay. <مم> uh, الحقيقه برضه عشان uh, يعني هنحاول قدر الامكان تبقى الترجمه سريعه وفوريه مع حضراتكم. مرض uh, تشتت الانتباه او نقص الانتباه وفرط الحركه في الاطفال uh, زي ما احنا دايما بنحب نبتدي مع حضراتكم. بالتعريف، ايه هو التعريف او المرض بشكل عام؟ في ثلاثة أو ثلاث مكونات للمرض ده، الجزء الأولاني خاص بالانتباه أو في الحالة دي بتبقى عدم الانتباه، الحاجة التانية اللي بنسميها impulsivity اللي هو التسرع الشديد جدا في الأطفال دي، يعني بإختصار شديد الطفل ده أو طفل الـ ADHD بيعمل اللي بيجي في باله أو بيعمل اللي يجي على دماغه زي ما بنقول، ما بيحسبش إيه هي المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة تصرفه ده الحاجة الثالثة هي فرط الحركة الشديد جدا وزي التعبيرات اللي استخدمها دكتور كوازمن قال انه زي الأرنب بتاع انرجايزر بيبقى بيتحرك طول الوقت فرط حركة شديد جدا. الحاجة التانية انه اللي قالها دكتور كوازمان ودي هنجيلها في طرق العلاج وازاي الأسرة اللي عندها مريض ADHD تتعالج مع او تتعامل مع الطفل ده بشكل عام انه فكره ان انا اعاقب طفل لمجرد انه قال اللي جه على دماغه او عمل اللي جه على دماغه الحقيقه ده شيء مش كويس وبالذات في الاطفال اللي عندهم اي دي اتش دي لانه هي دي طبيعه المرض بشكل عام فمهم جدا ان انا يعني اتعرف على طبيعه المرض قبل ما ابتدي اعاقب الطفل لانه زي ما كمان هو قال فكره العقاب مش دايما هو الحل. So what are the different types of ADD or ADHD? When we talk about the different types of ADHD, we could go to slide number five okay. and talk about the combined type, which has inattention and hyperactivity and impulsivity. So one of those children have everything, basically. They have it all. Okay. We have the hyperactive, impulsive type, where they have hyperactivity, impulsivity, and... Of course, you have the ADD without hyperactivity. It's just ADD. Uh, and it's often associated with asthma, allergies, and girls seem to get it more than boys the pure A attention problem. Uh, who gets it more? Uh, um, girls more than boys. Girls more than boys. That have the pure ADD. Okay. Uh, the pure attention. Okay, if we talked about the second type, uh, the inattention is not part of it, right? That's correct. So, so I mean, uh, th that actually, will open a huge question, which is, can I have an ADHD and my attention span is normal? That is correct. That unfortunately, uh, uh, it's sort of misnamed, and there are people like Dr. Barkley who want to change the name from ADHD to the hyperactive, hyperactive impulsive. Uh, uh, disorder. Syndrome, okay. yeah, uh, and that would be a better name. That okay. would be a much better because that will be a game changer. So That's you're telling true. me now I can have ADHD and normal attention span. You can have normal attention span. That's okay. correct. And when we do the test of attention, it comes out normal or negative. Okay. Uh, I have some other questions here. Specifically, I will start with that question. Uh, they're asking you about vaccination uh, and the relation between vaccination and ADHD or autism. Okay, at this point in time, we don't know of any association with vaccinations and ADD or autism. Okay. Uh, what's interesting is I think every pediatrician has gone through this scenario where you have a child, a boy, where he gets vaccinations. And usually about 15, 18 months of age, maybe two years of age, you realize he has autism. Okay. I had a patient like that. Then they had another boy. They gave no vaccinations. He also had autism. Okay. So there's a big genetic component. We really do not believe that vaccinations have anything to do with autism or ADD. Okay. Or ADHD. So we don't believe there is an association between both of them. Because... Not at this time, no, okay. none. Okay. Uh, الحقيقه برضو uh, الموضوع ده يعني او النقطه دي مهمه جدا ان حضراتكم uh, تنتبهوا ليها بشكل كبير جدا. Uh, اتكلمنا في نقطتين، النقطه الاولى انواع الاي دي اتش دي وزي ما دكتور كوزمان قال انه في ثلاث انواع رئيسيين، النوع الاولاني بيبقى طفل uh, زي ما قلنا احنا بنتكلم على ثلاثه آه، كومبوننتس او ثلاث مكونات رئيسيه لمرض الاي دي اتش دي الانتباه وفرط الحركه والسرعه في اتخاذ القرار او عدم التفكير قبل اتخاذ القرار دول الثلاث مكونات الرئيسيين لمرض الاي دي اتش دي في الاطفال بشكل عام النوع الاولاني لو رحنا آه لسلايد خمسة هنلاقي انه آه الاي دي اتش دي او الطفل ده او طفل النوع الاولاني من الاي دي اتش دي عنده مشكله في الانتباه عنده مشكله في فرط الحركة وعنده مشكلة كمان في اتخاذ القرار من غير فكرة التفكير اللي هي الإمبولسيفيتي النوع الثاني ودي برضو من الحاجات اللي لازم نتعلمها مش كل طفل عنده ADHD أو ADD بيبقى التركيز بتاعه في مشكلة لأنه النوع الثاني الأطفال دي ما عندهاش مشكلة في التركيز ولكن المشكلة الأساسية عندها هي في زيادة الحركة أو فرط الحركة والامبلسيفيتي اللي هي اتخاذ القرارات السريعه من غير التفكير فيها النوع الثالث بيبقى عنده بس عدم تركيز المشكله في التركيز فقط ولكن فرط الحركه والقرارات المتسرعه الاثنين مش موجودين وده برضو بيودينا لنقطه مهمه جدا حضراتكم لازم تف يعني تفهموها انه مش كل مريض ADHD او كل مريض عنده تشتت انتباه ونقص حركه او فرط حركه انه لازم يبقى عنده مشكله في الانتباه احيانا زي ما حضراتكم شفتوا انه الانتباه لفترات ممكن يبقى نورمال جدا في الاطفال دي وكتير جدا بيفقدوا عشان كده دكتور كوازمان كمان قال ان هم بيحاولوا يغيروا الاسم عشان نقص الانتباه مش دايما موجود في كل الامراض جالنا كمان سؤال مهم جدا بيتكلم على التطعيم وفكره الاوتيزم او مرض التوحد علاقه التطعيمات اللي بتاخدها الاطفال بمرض الاوتيزم او التوحد كمان علاقه التطعيمات بفكره مرض الاي دي اتش دي زي ما قال دكتور كوزمان احنا يعني ما فيش اي حاجه تقول انه في علاقه بين الاثنين كتير من الاطفال اخذت تطعيمات وما جالهاش اي حاجه بعض الاطفال خدت التطعيمات وجالها مرض التوحد او اي وكمان بعضهم ما خدوش تطعيمات ولسه جالهم المرضين سواء مرض التوحد او الاي دي اتش ف للي باعت بيسال على علاقه التطعيمات وبياكد علينا جدا بيقول يعني ارجو اجابتي بامانه انه آه آه يعني انه هل في علاقه ولا لا ففعلا التطعيم او اللقاح ملوش اي علاقه بفكره لا مرض آه نقص التركيز او فرط الحركه ولا له علاقه بمرض التوحد آه بشكل عام. So Every disease has symptoms. Um, so, what are the main symptoms and signs for um, ADHD? When we look at the main symptoms and signs, of course, we talked about hyperactivity. We talked about attention or inattention. We talked about impulsivity um, and uh, hyper, uh, And uh, let's go through what we mean by that. Yeah. For example, uh, when we talk about attention, of course, we mean they have trouble paying attention, they can't stay on task. We usually work with children. They rush through their work, they make silly mistakes, they, make, they miss details. Okay, so they're not detailed oriented, the children in general? N not at all. Okay. Um, they do better, though, one on one. They have uh, trouble in a large group. Uh, if they have a large classroom, it's, more, it's harder to pay attention okay. than in a small classroom. That's regarding the attention okay and sometimes they have something we call intention okay. they have trouble starting projects okay. and they wait till the last minute and they have a lot of product, projects they never finish okay so that's, that's for the intention right that's intention okay what are the symptoms and signs for impulsivity when we say impulsivity now when we say impulsivity uh, i think we went over this already they blurt out answers they do the first thing they think of without thinking of the consequences they um, are uh, they get mad easily they interrupt others um, they they just can't seem to help themselves okay what about the symptoms and signs for hyperactivity like what usually we see with our children with our children they act like they're driven like a motor they're squirmy sometimes they're always climbing up on the couches and they're they're moving but in a classroom they can't sit in their seat they're squirming okay. Uh, سو so, السؤال اللي كان مهم جدا للدكتور كواسمان ايه هي الاعراض اللي بنشوفها على الاطفال دي؟ فقال انه في اعراض خاصه بتبقى بالتركيز انه الطفل لو الجزء ده موجود لانه زي ما قلنا في انواع بتبقى التركيز مش جزء منها بيبقى صعب جدا انه يقعد في الفصل على حيله يعني زي ما بنقول ما طول الوقت مش بيركز ما بيقدرش يعني تدي له حاجه يعملها لاخرها ما بيخلصهاش لاخرها في المعتاد في المعتاد زي ما هو قال كمان ان الاطفال دي بتسيب كل حاجه لآخر دقيقه دايما الوجبات لاخر دقيقه بيعملوا زي ما بنقول سيري ميستيكس او اخطاء سخيفه جدا نتيجه التسرع احيانا كمان الاطفال دي بشكل عام لا تنتبه للتفاصيل فده برضو واحد من المشاكل الكبيره جدا بالنسبه لهم كمان الاطفال دي ما بيعملوش يعني ما بتاعهم ما بيبقاش كويس قوي في الاعداد الكبيره عشان كده بنشوف كمان الاعداد الكبيره في الفصول احيانا بتخلي المشكله دي ازيد بكتير جدا. كمان عندهم مشاكل في ان هم يبتدوا اي بروجكت لو مثلا عندهم واجب دايما زي ما احنا قلنا بيأخروه لاخر دقيقه كمان مش دايما بيخلصوا الواجبات بتاعتهم او البروجيكتس اللي عندهم في المدرسه ودي مشكله من المشاكل الكبيره جدا اللي بنشوفها. بالنسبة للتسرع بشكل عام او زي ما احنا قلنا اللي سميناها اللي هو المسافة ما بين ان انت تقرر تعمل حاجة وتفكر في العواقب ده مش موجود خالص عندهم احيانا دايما تلاقيهم بيعملوا حاجات عشوائية كتيرة جدا في الفصل تحديدا اي حاجة بتيجي على بالهم بيقولوها ما بيفكروش ده الوقت بتاعها ايه النتائج بتاعتها دايما يقطعوا الأطفال التانيين ويقطعوا مدرسينهم ودي بتبقى شكوى كبيرة جدا لازم نلاحظها في, أطفالها في أطفالنا كمان نقطة مهمة جدا يعني الحركة الزيادة جدا والطاقة الزيادة جدا بشكل كبير جدا ده برضو من الحاجات اللي بناخد بالنا بشكل كبير جدا Regarding their daily life, uh, is there any other symptoms and signs? Yeah, some people think people with ADD or ADHD are are arrogant because they tend to ignore people. They're, they're not focused. Um, also, they have a lot of trouble with organizations. Okay. Um, and they often, it's associated with anxiety. And these people are kind of nervous and they don't talk to other people, they're a little bit uh, nervous. Okay. What other forms of anxiety do you see in your patients when they come to see you in the clinic in general? Well, we have anxiety associated with ADHD, okay. and we have to treat both symptoms. Okay. Um, like, but other signs of anxiety, I mean, in a child, I mean, there's something called selective mutism. Okay. Which is uh, extreme. Uh, the child will only speak to their mother, and they don't speak at school. It's kind of interesting. Okay. That will take me. To another question, for ADHD, the complaint is from parents and at school too, or? Well, usually it's the school. Okay. You know, Johnny's having a problem in school, the teacher's complaining. And uh, we see usually more boys than, than girls. Um, and we usually see the hyperactive child because they can't be ignored. They're having trouble. They're disrupting the classroom. Okay. So it's usually uh, the school is the motivating factor. Okay. Uh, برضه uh, من السيمتومز والساينز اللي لازم uh, نلاحظها على اطفالنا زي ما قال دكتور كوازمان انه كتير جدا uh, بنفكر انه الاطفال دي عندها uh, نسبه غرور او نسبه يعني عنجهيه لانه uh, كتير جدا الاطفال دي uh, بيتجنبوا الناس بيحاولوا uh, انه ما يدخلوش يعني معاهم آه زي ما بنقول بيتجاهلوهم آه كمان عندهم مشكله في فكره الترتيب الاشياء دايما تلاقي وضعهم مش مرتبه حاجتهم مش مرتبه ده برضو جزء من المشكله كمان آه بيبقى عندهم اعراض قلق آه عام ومستمر طول الوقت آه زي ما هو قال بيظهر اكتر كمان في المدرسه آه من البيت لما آه يعني آه بيبقى فيه مشكله وكمان, uh, uh, so, when, when we studied their brain, is there any structure or any changes in uh, chemical transmission specifically? Well, yeah, there are differences in brains. When we talk about, um, uh, they've done MRIs, they've looked at brain sizes and chemical transmission. If, if we look at slide 14, we have a picture of the brain. The brain. When we go to slide 15, I've circled the areas that are affected. Okay. If you look uh, toward the front, the frontal lobe, the right parietal area, the basal ganglia or emotional center. Okay. And the cerebellum. They all have differences. So, just not to say scientific term, it's going to make it harder for our viewers. Okay. Uh, each part of those watches, which are, like it's responsible for what? Well, the front of the brain uh, helps uh, with uh, higher order thinking or executive function. Okay. The right par parietal lobe affects attention. The uh, basal ganglia, or in the middle section, that's more emotional. Okay. And cerebellum uh, controls fine motor. Okay. But may also mediate between all those. It's interesting. Okay, so how they express? And see, you mentioned one of those areas, which is the basal ganglia, is, is for the emotion. How they express those emotions? Those kids. Well, those kids are often fly off the handle. They get mad really easy. Um, uh, they sometimes cry for no reason. They have wide variations in their emotion. Okay, so it's very easy, basically, to piss them off. In If that's uh, you want to say it? That's correct. Okay. They have low for like... they're easily frustrated. Okay. Yes, الحقيقة okay. uh, برضه سؤال دايما uh, بنتسأله بشكل كبير جدا هل ده مرض عضوي ناتج عن تغيرات موجودة فعلا في المخ ولا uh, هو بس عوامل سيكولوجية هي اللي بتتحكم في الموضوع؟ الحقيقة بعد دراسة مخ الأطفال تحديدا اللي عندهم ADHD لقينا بشكل كبير جدا انه في زي ما بنقول تغيرات في التركيب. والحقيقه انه بصوره 14 ده المخ الطبيعي النورمال اللي بيبقى موجود في الاطفال. في صوره 15 يعني حطينا فيها لحضراتكم مشاورين على الاجزاء اللي بيحصل فيها شويه تغيير في التركيبه بشكل عام الجزء الاولاني اللي هو على اليمين خالص ده بيبقى مسؤول على ترتيب الافكار في الانسان او اللي بنسميه الفرونتال لوب ترتيب الافكار وانه الواحد يحطها في شكل مظبوط طبعا ده بيبقى اصغر من الطبيعي وبيبقى بشكل كبير ترتيب الافكار عند الاطفال دي مفقود اللي على اللي في النص او على الجنب اليمين زي ما بنقول بيبقى آه خاص بشكل كبير جدا آه بفكره التنظيم وده طبعا برده بيبقى مفقود بشكل كبير الجزء اللي تحت على الشمال ده بيبقى خاص بفكره اظهار المشاعر آه وزي ما قال دكتور كوازمان بشكل كبير جدا آه انه الجزء ده آه الطريقه اللي بيعبروا بيها عن مشاعرهم دايما بتبقى فيها نوع من الاحباط بيبقى فيها نوع من الغضب آه دايما بيقطعوا الاخرين بشكل كبير جدا وبالتالي الاجزاء دي فعلا بيبقى فيها تغيرات بعد الاستاديز اللي اتعملت على كل مخ الاطفال اللي بيعانوا من مرض ال ADHD تحديدا uh, what other symptoms and signs that we experience well, with we, those children when we talk about frontal lobe or the very front problems sometimes they have something called small working memory Your working memory is the ability to hold a lot of different things in your mind at the same time. Okay. Uh, so it's almost like if you have a big desk, you can have several different projects going at the same time. If you have a small desk, you can only have one. These kids often have a small desk. Okay. So they often appear absent minded. You talk about one thing, if you go to another subject, they completely forget about the other thing. It's hard for them to make decisions or executive, and um, um, we think it's all from the smaller frontal lobe. Okay. Um, so that's the main part that's affected in those kids. Basically. In in the frontal lobe, and, okay. and when we talk about cerebellar problems, um, sometimes that affects their ability to estimate time. Okay. And that's interesting. Okay. Uh, what other uh, symptoms and signs were experiencing with those people? Um just uh, their inability to uh judge time and uh make decisions okay yeah. and they have problem like uh expressing their emotions as well you mentioned i don't know about expressing uh but they they have trouble controlling their emotions they're okay. easily frustrated um they're the guy that throws the hammer okay. when they get mad. Okay. Uh, الحقيقه برضو من الحاجات الثانيه اللي بتتاثر بشكل كبير جدا في الاطفال زي ما دكتور uh, كوازمان قال انه بشكل عام هو شبهها بفكره الديسك ال ال uh, انه المساحه عندهم بتاع التفكير بشكل عام تبقى uh, اقل من الطبيعي لو واحد قال انه عنده ديسك كبير بيبقى ممكن uh, يهاندل اكثر من بروجكت في وقت واحد. دول طبعا المساحات اللي موجوده لده بتبقى اقل بكتير وبالتالي بيبقى برضه عندهم مشكله في الفكره دي كمان انه يعملوا قرارات بتبقى قراراتهم عاده مش مظبوطه وما بيقدروش ودي نقطه مهمه جدا لكل اب وكل ام ما بيقدروش يركزوا في اكتر من حاجه في وقت واحد ودي بتبقى يعني مهمه جدا لكل اب وكل ام مهمه جدا ان احنا نفهم ده عشان ما اديلوش اكتر من حاجه في نفس الوقت واشتكي انه ما بيعملش اللي انا اتقال او نسي اللي اتقال او هو مش مركز كل ده بتبقى مشاكل في طريقه التعامل اكتر ما هي كمان في الطفل. The common associations with ADHD in general. Yes, when we talk about things that are associated with ADHD, they're not always causes. Okay. So we know one association is hereditary. If um, Your dad had ADHD, then you might have ADD. Okay. Uh, other associations include adoption. If you're adopted, you're more likely to have ADHD. Also, in our clinics, we have a three to one ratio male to female okay. of uh, just being a boy makes you more likely. Okay. But also, if something happened to your brain, if you had a brain infection like meningitis, you're okay. more likely to have ADHD or head trauma. If your mother took uh, drugs during pregnancy, those kids often have ADHD, or if you're premature I don't know if you want to show slide 20, yeah. but prematurity or being hypoxic at birth is okay. associated with it so being hypoxic at birth that includes like prolonged uh, like duration of labor as well that can uh, cause It could be a prolonged uh, duration but also our premature babies their lungs aren't developed okay. and they're often on a ventilator. Okay, and. Uh

بعتلنا على فكره انه هل هو مرض وراثي ولا لا كذا سؤال ارجو كده نكون جاوبناهم مع بعض جزء منه بشكل كبير جدا بيبقى وراثي الجزء الثاني انه الاولاد بشكل عام عرضه اكتر من البنات وهتسال دكتور كوزمان مجرد ان انت تبقى ولد بيخليك اكتر عرضه للاي دي من البنات قال ايوه كمان لو الاب بالذات بيعاني من اي دي اتش دي بنسبه كبيره للوراثه بيطلع الاولاد كمان عندهم اي دي دي بعض الامراض اللي بتحصل في سن صغير بتؤدي لمشكله في مرض الاي دي اتش دي رقم واحد وبتحصل وبنشوفها كتير جدا حاجه اسمها المننجيتس او التهاب السحايا بيعمل مشاكل كبيره جدا احيانا كمان الخبطات اللي بتحصل في الراس بشكل كبير في الاطفال ممكن تبقى سبب من الاسباب وبنشوفها كمان في طرق الولاده وخاصه اللي بتبقى بنسميها بالشفاط تحديدا برده بتبقى ليها عامل كمان ان انت تبقى بريماتير يعني بتتولد الطفل لما يتولد بدري قبل ميعاده ويمكن عندنا صوره للاطفال اللي في حضانات اتعملت يعني وإحصائية بتقول إنه أطفال الحضانات تقريبا بيبقى عندهم بيبقوا عرضة أكتر من غيرهم بشكل كبير جدا وتحديدا في مرض الـ ADHD فنخلي بالنا قدر الإمكان ورسالة كمان لكل أم كل اللي حضرتك بتعمليه وقت فترة الحمل بيأثر بشكل كبير جدا على مخ البيبي وعلى تطوره بشكل كبير جدا so we almost talked about everything about this disease uh, how we diagnose it how do you diagnose it any lab test what, imaging what we do unfortunately we do not have a lab test for adhd it's, okay. it's diagnosed by exclusion Okay. so formally we should have two different observers usually a parent and a teacher uh, observe it and, and when i say uh, by exclusion we should do a vision exam, hearing exam. We should do a physical exam. We should do a blood test for thyroid okay. and anemia. Okay. So, That's those could be nice. a, main, a main reason, too, as well. Of course. Okay. Everything looks like ADD. Okay. Uh, what about learning disorders? Can it look like EDD ADD? That's correct. We should okay. do a full educational assessment. Thank okay. you very much for okay. mentioning that. Right, yes. because learning disorders could be could simulate um, ADD. Sometimes. You are correct. Okay. And sometimes there's an association between reading disorders and ADHD. Okay. Um, one type of ADHD has a problem with. Um, a neurotransmitter uh, okay. dopamine and dopamine transporter okay it's on chromosome 6 which is the same chromosome for reading right and uh, one study showed that the, about 50% of uh, boys with ADHD also have a reading problem okay so you can ha have both right Sorry. i have another question how is the psychological assessment is important to before we decide it's an ADHD, it would because be, it could be just an anxiety, pure an anxiety, like any other thing, right? So. That is correct. We would like to see a full psychological ed, uh, and educational evaluation. Okay. Unfortunately, in this country, it's very hard to get all of that before okay. you make the diagnosis. But that would be ideal. So that's the roadmap. Basically, exclude mm -hmm. all the other stuff, and if it's not there, so it's ADHD. That is correct. Okay how bad is like the hereditary psychological problems can simulate the adhd well psychological problems um, like such dad as or mom. Uh, from dad or mom a dysfunctional family um, sure can also uh, look like adhd we should do a full eval okay so even like the um, mom and dad relationship can affect development that's so it's correct. very important. Uh, like uh, it's a good message today to deliver, right? I I agree. And there's one a recommendation that said that after a divorce, you have to wait six months before you consider the diagnosis of ADHD. Just to let everything settle down before you diagnose those. That kids. is correct. Okay. Thank you. Uh, برضو أسئلة كتيرة قوي جاية على فكرة طريقة التشخيص هي ان احنا بنحاول نستبعد كل العوامل التانية بنسميه disease of exclusion يعني ايه disease of exclusion يعني بنستبعد كل العوامل التانية قبل ما نبتدي نروح لفكرة الـ ADHD آه يعني مهم جدا ان احنا آه نعمل آه تيست للعين لانه ممكن العين دي تبقى مضايقة الطفل مش شايف كويس في الفصل فده بيخليه قاعد مش عارف يركز بيحاول يقطع غيره وده مهم جدا ان احنا نعمله فمهم جدا ان احنا نعمل تيست للعين مهم نعمل تيست للسمع في الاطفال دي لانه ده نقطه مهمه جدا لانه برده ممكن يكون مش سامع وبيتصرف وخلاص نقطه ثالثه مهمه ان احنا نعمل فول فيزيكال اكزام يعني نبص على الطفل من راسه ورجليه زي ما بنقول مهم ان احنا نعمل تحليل للدم وخاصه خاص بهرمون الغده الدرقيه وخاص بالانيميا لانه دول برده ممكن يعملوا مشاكل آه، نقطة آه، مهمة كمان هي إن إحنا نعمل حاجة اسمها سايكولوجيكال اسيسمنت يعني نشوف المشاكل المحيطة حوالين الطفل ده رسالة مهمة لكل أب وكل أم إنه علاقتكم ببعض بتأثر على الأطفال زي ما دكتور كوزمان قال في حالات الانفصال في حالات الطلاق بنستنى لمدة ست شهور قبل ما نبتدي حتى نحاول نشخص الطفل بأي حاجة لأنه ده ممكن آه، يكون مؤثر على نفسيته كمان نقطه مهمه جدا قالها دكتور كوازمان لازم نعمل حاجه اسمها educational assessment يعني ان احنا نشوف قدرات الطفل ده لانه احيانا بيبقى المشكله الطفل ده مش عارف يقرا كويس او وده اللي بنسميها مشاكل في التعلم وده اللي عامل له نقص او زياده نقص الانتباه او تشتت الانتباه وفرط الحركه فده كمان مهم ان احنا نعمله وزي ما هو قال انه مشاكل القرايه في الاطفال بتبقى موجوده على كروموسوم 6، كمان الاي دي اتش لقيناه على نفس الكروموسوم، فعادة بيبقى فيه اسوسيشن كبير جدا ما بين مشاكل القرايه في الاطفال بشكل عام وفكره انه يبقى عندهم ADHD فده مهم جدا ان احنا دايما نعرف الكلام ده كويس جدا وبالذات كل اب وكل ام Consequences that we can experience with our children that has ADHD. We all know the consequences of these children. Uh, if you look on uh, slide 25, for okay. example, you have a kid, he acts out in, in classroom. and then the teacher puts him in the back of the classroom. You have a guy who tr has trouble paying attention. You put him in the back of the class and then we go to the next slide and we know these guys fall into the failure frustration anger cycle okay. um, they're sort of set up to fail and the most important part of that is the next slide is they lose their self-esteem your self-esteem is more important than anything okay. um, and we see the consequences of low self-esteem uh, do you want to talk? uh I just have another question here how uh, pronunciation can affect development of ADHD uh, if a kid cannot pronounce the the words like in a right way uh, um, I do not know of any speech impediment associated with ADHD although some fine motor uh problems affected. and speech uh, can be affected okay um, it's not a direct. Uh, it's not a direct consequence. Okay. When we say fine motor, I just want to um, explain it more to our viewers. Oh, what okay. do we mean by fine motors? Fine motor is the ability to use your uh, small muscles. One way to test fine motor is to have someone move their eyes back and forth, and we can um, uh, see if their eyes jerk or nystagmus. Okay. Sometimes they have really, really bad handwriting. Okay. uh, and we can talk about that later, it's interesting some of the treatments for the meds may help fine motor coordination. Okay. So that's what we mean by fine motor uh, movements in general. Yes. Okay. Uh, برضو, uh واحد برضه من الأسئلة المهمة جدا أو من الملاحظات المهمة لكل المدرسين uh, شفنا كتير جدا أنه كتير من المدرسين uh, بشكل عام uh, بي يعني بيتعاملوا مع الاطفال دي بعقابهم ان هم يحطوهم في اخر بنش في الفصل وده بيعمل مشكله كبيره جدا لانه بيخلي الطفل يفقد ثقته بنفسه العقاب المستمر للاطفال اللي عندهم اي دي اتش دي بيعمل مشكله في ثقتهم في نفسهم بيخليهم اكثر عرضه للاحباط بشكل عام وان هم يبقوا يعني بيظهروا غضبهم بشكل كبير جدا جدا برضو جه سؤال بيسال على ترتيب الكلام او نطق الحروف بشكل صحيح زي ما قال دكتور كوازمان انه بشكل عام في الاطفال اللي عندهم اي دي اتش دي بيفقدوا حاجه اسمها الفاين موتور سكيلز اللي هي فكره الكتابه بشكل كويس او نطق الحروف بشكل كويس فممكن يبقى ده واحد من الاسباب بشكل كبير جدا انه يخلي الطفل عنده فكره تشتت الانتباه زي ما بنقول وفرت في الحركة فده برضو ممكن يكون من الأسباب الكبيرة جدا اللي بتسبب ده. So we talked about how we diagnose um, the consequences we're expecting. Yes. Uh, let's get to business. How do we treat? Well. we need to create an environment right let's create a roadmap first and then we'll discuss every component of this roadmap individually so the roadmap would be change the environment school okay. adjustments make sure you get the medical assessment and then maybe at the end consider medication okay so, so change school let's I talk just... about the settings okay. okay or environment okay change uh, the environment And then what else? Can, can you repeat uh, in order? Change the home environment. Okay. The school environment. Okay. Make sure we have a good medical uh, exam and no other problems. Sometimes they just need glasses. Okay. And then we, at the end, maybe consider medication. medication. Okay. هيا برضه هنحط خريطه طريق مع حضراتكم قبل ما نناقش فكرة علاج مرض ال ADHD زي ما قال دكتور كوازمان واحد نغير البيئة في البيت لأنه ده نقطة مهمة جداً تاني نقطة نغير البيئة في المدرسة قدر الإمكان إنه كل أب وكل أم يتكلموا مع المدرس أو المدرسة عشان تقدر تساعدهم يعملوا ده. تالت حاجة إن إحنا نعمل زي ما بنقول إكزام كويس لكل الحاجات التانية العين السمع الكلام ده كله النطق الكلام ده كله نظبطه على أساس إنه دول ما يبقوش الأسباب. نقطة الرابعة والأخيرة إن إحنا نبتدي ميديكيشن ودي بتبقى آخر نقطة Uh, نبتدي, uh, so let's start with each one of those. How do we adjust the home environment in general? Well, the home environment needs to be structured. We should try and put the child on a schedule where we do the same thing every day, all the time. They need to have a bedtime that they adhere to. We have to constantly monitor the child. You need to make rules that are specific and simple. For example, uh, these kids take things very literally. Um, okay. You can tell a child uh, to clean their room, but you really need to tell them to make the bed, pick up the clothes, put the clothes in the hamper. So don't give general orders. Uh, Be so more specific. Very, very specific for these kids. <laughs> okay. You might actually help the child, or have to help your child organize. Okay. Uh, organization is a problem a lot of these uh, children they have a homework hour uh, every night and sometimes they don't finish the homework that's okay you have to talk to the teacher about adjusting it but they sit for an hour and they try and knowing they have an hour uh, often they'll get more work done okay. and then quitting okay so that's home Okay, it's very important to make our instruction simple. Try to avoid any kind of distractors for this kid, right? That's true. Okay. Uh, الحقيقة برضو نقطة مهمة زي ما احنا قلنا إزاي نتعامل في البيت ده رقم واحد في, ال, في, ال, في, القصة دي كلها وزي ما دكتور كوازمان قال نحطهم على روتين إن احنا نمشي بنفس الروتين كل يوم uh, الحاجة التانية بلاش نقول كلام عام بالنسبة لهم ما تقولوش رتب اوضتك، بالنسبه له رتب اوضتك دي لا تعني شيء، لازم نقول له اعمل سريرك، اعمل دولابك، اعمل فضتك في مكان، يعني لازم ادي له سبيسيفيك اوردرز واضحه وصريحه نتجنب قدر الامكان ان احنا ندي الولاد دول جنرال اوردر كلام يعني عام، فمهم جدا ان احنا نبقى محددين نحط الاطفال دول على روتين لانه ده مهم جدا نخلي البيئة اللي حواليهم لما ييجوا يعملوا الهومورك بشكل عام هادية نتجنب انه يبقى حواليهم تلفزيون او دوشة لانه الانتباه بتاعهم بيروح بشكل كبير جدا مع الحاجات دي. So how we adjust settings at school. So let's go to the school. We've gone from home now we go to school. Right. In the school I want the child to sit in front of the classroom. He has trouble paying attention. Okay. They too often put him in back of the class instead of in the front. Okay. We want him to sit away from distractions, don't put them by the window, don't put them by the pencil sharpener. Okay. And sometimes these kids miss parts of the lesson. If they ask a question, please praise them for asking the question. Okay. We know they sometimes don't get the whole sentence or they get the beginning and not the end. Okay. Also, if the child's acting out, instead of saying, Johnny, didn't you take your medicine today? Right. Have a, a secret signal. Like uh, the teacher could tap him on the shoulder once or twice, saying, "It's time to bring it down," mm. without calling attention to the whole class that he's acting out. Okay, like a, some kind of like insider language or something. Something a tap on the shoulder. Okay. Um, also, these kids, you know, a lot of them are hyper. They need to move. They learn better by movement. Okay. And these are the kids that are often they stop them from going on the field trip, and those are the best ways for kids to, to learn them. getting out and exploring, going to that museum. Uh, too often, they're told they can't go. Okay. Um, and uh, sometimes, I had a, a school, they said, Well, he could go if the parent can accompany him. If you can go with your kid to the field trip, please do That's it. That's be the best way for him to learn. So to do all those stuff and adjust those settings, basically we need to make the teacher as a partner in treatment of that. That's case. true. We want the parents to work with the teacher. Too often, I have uh, parents that they don't want to tell the teacher he's on medicine or they're testing him. But if you make the teacher a partner, you'll get much better results. Try and meet with the teacher on a, on a regular basis. Okay. Now sometimes you can get a weekly report from them, and um, you can make adjustments. For example, I I have uh, patients that have trouble with reading or dyslexia. Okay. And I want to say dyslexia is dyspelia. Okay. So they made a deal with the teacher. Instead of focusing on spelling, they f focused on the content of what he was writing, and okay. and they and let him go on that. And, and that was m make the child a success. Okay. I have another question here for you. Um, a teenager, he had ADHD when he was a kid, uh, mm -hmm. but he wasn't get treated. And now he cannot stay in a job. He cannot keep a job. And he's not successful in his studies as well. So the question is is it too late to start treatment? No, it's never too late to start treatment. Okay. Um, when you treat an older child, though, it's important to go back, sometimes with educational or uh, psychologists to put the building blocks that they missed in reading and math uh, once they start the medication. so we can even start the medication in teenager age. Like... I, i've i had adults in my practice who have come as okay. adults that were never treated and At what usually age? it's w women okay. <laughs> uh, who are married uh, and were never diagnosed. Okay. الحقيقة أه برضو النقطة دي مهمة جدا جدا أه إزاي إحنا اتكلمنا على البيت وقلنا في البيت بشكل عام عشان بس ألخص العلاج ثلاث نقط في العلاج البيت نظبط البيت نظبط المدرسة وآخر حاجة تيجي الأدوية في البيت قلنا لازم نعمل أه نظام يومي يمشي عليه الطفل كل يوم لأنه ده بيساعده بشكل كبير بلاش أعمل كلامي معاه عام أخليه محدد كمان ابعده عن اي حاجه ممكن تشغل باله التلفزيون الاصوات الكلام ده واساعده في عمل الواجب بالنسبه للمدرسه نقطه مهمه جدا قالها دكتور كوازمان انه نخلي المدرس كشريك في طريقه العلاج انه دايما يبقى في ميتينجز ما بين ولي الامر والمدرس لانه دي بتساعد كمان المدرس انه يفهم طبيعه المرض وكمان يساعد الاب والام في العلاج المدرس مهم انه يقعد الطفل في اول الفصل مش في اخر الفصل على اساس انه يبقى يعني مفيش ديستراكشنز جنبه او حاجات تاخد من تركيزه، كمان مهم جدا انه يشجع اي سلوك جيد بيعمله الطفل لو الطفل خرج عن المالوف وابتدى يبقى النشاط بتاعه زايد بشكل كبير جدا، مهم جدا ان المدرس يعني يعمل زي لغه ما بينه وما بين الطفل ده لو زي ما دكتور كوازمان قال خبط على كتفه مرتين بهدوء بس يفكروا ان احنا لازم نرجع للباترن الطبيعي كمان الفيل تريبس مهمه جدا او الرحلات كتير جدا للاسف من المدارس هنا تحديدا في امريكا بتمنع الاطفال دي من الرحلات او الاكتيفيتيز الخارجيه برغم انه الطفل ده بيتعلم افضل في الفيل تريبس او المعمل مثلا على سبيل المثال اي حاجه يعملها بايده بيبقى اشطر فيها بكتير جدا من الحاجات الثانيه آه برضو سؤال جالنا مهم جدا من آه آه من نيفين بتسال الاي دي دي اتش دي في سن التين ايجر لو شاب كان عنده نفس الاعراض وهو طفل ما اتعالجش ودلوقتي مش قادر يستمر في شغل او في دراسه آه سالت السؤال ده لدكتور آه كوزمان زي ما هو قال اتس نيفر تو ليت ان احنا نبتدي العلاج مادام نيفين من فضلك لازم الطفل ده حتى لو هو شاب دلوقتي يبتدي العلاج زي ما هو قال انه في Uh, يعني ناس كبار كمان كانت بتجيله العيادة عشان الـ ADHD ده أكتر تخصص دي وكان بيعالجهم uh, فزي ما بنقول عمر ما الموضوع إنه it's never too late إن إحنا نبتدي العلاج وزي ما هو نصح إن إحنا نبتدي العلاج في أي سن. So we adjusted home, we adjusted the school, I have few minutes left to talk about medications So okay. what medications usually do we use and what are the side effects Okay. Expected from those when medications. When we talk about medications, I guess we could go to slide 37 and then 38. Okay. Most of them are stimulant medications. Can we say their names very quick so our viewers can okay get used uh, to them? I'll read it right off the slide. Okay. okay. Ritalin, Focalin, Concerta, Metadate, Daytrana. Next slide. Adderall, Adderall, Adderall XR, Dexadrine, vivance, Quillivent. There are other medications. Um clonidine, catapress, CapVe. Okay. Um, so what are the side effects if there is a specific side effects we need to watch it? Well, well we know all these medications are, are mostly stimulants. okay So they wake you up, they don't put you to sleep. Okay. So the, the side effects are increased blood pressure, sometimes increased heart rate. Um, sometimes they have decreased appetite and um, weight loss. Weight loss. Mm -hmm. Uh, sometimes there's some question if it affects growth or not. Okay. Um, the other thing is, sometimes I have trouble sleeping. Okay. It wakes you up. So, what do we do if those like side effects happen? For example, um... well, first we have to monitor them. If we start them on medicine, I see them every three or four months. It's easy to um, uh, check Adjust blood pressure and weight. Sometimes we'll decrease the dose, sometimes we'll uh, uh, change medications. Uh, what if they start losing weight? Do we switch into something that's not stimulant? Um, sometimes we can do that. Either um, if they start losing weight, sometimes we hold it in the weekends, we hold it in the summer. We can use the Catapress or Clonidine. I haven't honestly had as much success with the uh, second, with uh, Clonidine uh, or Capfe as other medicines. It's a non stimulant medicine. Okay. Um, but i sometimes use that with the stimulants. Okay. Uh, i have some handwriting here for those kids. what do you want to now, explain? Um, out of i had a kid. Uh, i think some 40. of the benefits of the medicine are enormous. when they work, it works great. it helps you pay attention. but i had one child where he felt fine motor was better. if you look at um, 44. slide 44, you know, parents said he spent a half hour he had a practice writing use. they gave him the medicine.

فكرة أن المعلم أو المدرس يبقى شريك أساسي جدا في فكرة العلاج دي نقطة مهمة جدا عشان نهيئ المدرسة العلاجات اللي بتتاخد هقول أسماء بسرعة لأنه مهمة الريتالين واحد منهم فوكلين كونسرتا لأنه دول مهمين جدا الأدرال كمان واحد من الحاجات المعروفة جدا الفايفانز من برضو الحاجات المعروفة جدا كمان أحيانا بنستخدم حاجة اسمها الكلاندين أو الكاتابرس عشان نهديهم شويه زي ما احنا قلنا مشكله كمان بتبقى انه خطهم وكتابتهم ما بتساعدش بشكل كبير شفنا مريض من المرضى بتوع دكتور كوازمن ده قبل العلاج واللي كان بعد العلاج قد ايه الموضوع انتظم بشكل كبير جدا مشكله العلاجات بتاع الـ بتاع الاي دي اتش دي تحديدا انه احيانا بتزود الضغط احيانا بتزود نبضات القلب بسرعه نبضات القلب بشكل كبير احيانا برضو بشكل كبير بتاثر على شهيه الطفل واحيانا بتخلي الطفل يفقد وزن بشكل كبير جدا فدي اهم السايد افكتس اللي بنتكلم عليها في الميديكيشن دي وبرضو في اسئله على فكره انه هل بتاثر على هرمون النمو ولا لا واحيانا بتاثر على النوم بتاع الطفل يبقى السايد افكتس بتاثر على الضغط بتاع الاطفال احيانا بتزوده بتزود نبضات القلب بتقلل الشهيه بشكل كبير جدا واحيانا بتعمل فقدان في الوزن، تعمل اضطرابات في النوم احيانا، وفي اسئله على فكره الهرمون هرمون الجراث، كل ده لازم متابعه ولازم ان احنا نظبط الادويه دي عشان كده المتابعه الدوريه مع طبيب مهم عشان لو اي حاجه من الاعراض الجانبيه حصلت نعرف نظبطها. Thank you so much. It was very informative as usual and we hope to see you soon again in White Coat. Thank, thank, thank you for having thank me. Thank you so much I Dr. Pierce. بشكر حضراتكم شكر جزيل جدا على حسن المتابعه وعلى دايما بقول التعديد والسبورت اللي انتوا بتعملوه لنا عن طريق التعليقات ونشوفكم على خير ان شاء الله وحلقه جديده من White Coat السبت الجاي.